كيف يتم سحب الماء من الرئة؟ يتم سحب الماء من الرئة اعتباراً إذا كانت في الغشاء البلوري في منطقة مغلقة، آنذاك يتم عمل صورة صدوية للرئة، وفي بعض الحالات ممكن أن يتم عمل صورة طبقية للرئة، معرفة إذا كان هذا الماء ماء حر أو سائل حر، ولا هو سائل له جدران. إذا كان له جدران وسميكة فآنذاك يصعب سحبه بالطريقة المعتادة أو الكلاسيكية. الطريقة الكلاسيكية هي بعد عمل الألتراساوند أو الصورة الطبقية، فيتم وضع أنبوب للتفريغ، وهذا الأنبوب يتم تفريغه مباشرة في كيس ويتم التخلص من الماء. أما إذا كانت كمية الماء أكثر فيتم وضع أنبوب أكثر سماكة وتجميع الماء في حجرة قد تكون مفرغة من الهواء. أما إذا كانت المنطقة في الغشاء البلوري منطقة سميكة ومحاطة بجدران، فأنا ذاك يصعب سحبها عن طريق الحقنة أو عن طريق الإبر أو عن طريق الأنابيب، فأنا ذاك نضطر أن نعمل عملية عن طريق بنسميها عن طريق الفيديو، وهي عملية سحب السائل بالرؤية المباشرة. هذه قضية تختلف عن القضايا الأخرى لأن هذه قضية تعمل تحت تخدير كامل. أما إذا كان الماء حر وفي النسيج الرئوي وليس في الغشاء البلوري، فآنذاك يتم استخدام مدرات البول. هذه مدرات البول قد تكون أول 24 إلى 48 ساعة موضوع عن طريق الوريد وليس عن طريق الفم. أما إذا كان الوضع سهل ومستقر فاستخدام مدرات البول عن طريق الفم فهو أمر جائز. كذلك محاولة تنشيط عضلات القلب للتخلص من الماء اللي موجود في النسيج الرئوي.